صباح النصر طبعا امبارح كان نتيجة جميلة على الاتحاد السكندري، وقلنا دي مش مباراة هتكون سهلة، لكن أنا مش هروح معاك يعني في أول نقطة للأداء، أنا عايزة أروح معاك لتصريحات مارسيل كولر بعد المباراة. وفكرة هنا رغم إن أنت كاسب بثلاث أهداف، لكن هو قال لك أنا غير راضي 100% عن أداء الفريق، بما معناه يعني قال لك في فرص ضايعة إحنا للأسف كتيرة كانت موجودة. فالتصريحات دي مع الفوز بالسكور ده تشوف ده إزاي؟ الحقيقه يعني شابوه لمارسيل كولر، الحقيقه واقعيه ودي مهم جدا في علاقته مع الجماهير. هو دلوقتي بيحاول يبني علاقه مع الجمهور الاهلي، وده امر مهم جدا. في ركلتين جزاء اتحسبوا امبارح على الاهلي، لولا الحمد تالق لله بقى. تالق محمد الشناوي في نهايه الشوط الاول وفي الشوط الثاني برضه، يعني رغم ان هي يعني خارج المرمى لكن برضه محمد الشناوي كان معاها، كان ممكن النتيجه كانت ماتش كان ممكن يتصعب على النادي الاهلي. فبالتالي هو دي نقطه مهمه جدا، خاصه ان هو خلاص احنا بنتكلم رزنامه المباريات تحديدا من بدايه شهر يناير هتبدا تتضغط، مع كمان قدوم دوري ابطال افريقيا، وبالتالي تجميع النقاط مهم جدا. 3-0 انا شايف نتيجه قليله، يعني شفت مباراه الامس، لا الاهلي كان ممكن كان يفوز، في سيطرة كبيرة مننا كان فعلا، ممكن يفوز بنتيجه اكبر من كده فرص بكتير. كثيرة ضاعت. وركلتين الجزاء تحديدا، انا اعتقد ده اللي زعل مارسيل كولر بشكل كبير جدا، ان ركلتين جزاء في مباراه ممكن لو فريق تاني ومعاه التوفيق كانت ممكن يخلي المباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، خاصه ان الاهلي يريد تجميع اكبر عدد ممكن من النقاط في الجولات الاولى، لانه بعد ذلك حينما تبدا بقى الادوار الجديه وخلاص دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، الامور هتبقى بالتاكيد تركيز على دوري ابطال افريقيا بصوره اكبر. وبالتالي لا، انا مارسيل كولر يعني حقيقه تصريحات موفقه جدا ليه. وايضا لما بدا برضو المؤتمر الصحفي قال انا ما صرحتش وما قلتش ان في لعيب عايز يمشي وفي لعيب عايز يرجع، كل الكلام ده انا ما قلتوش، وما فيش لعيب هيمشي. ما عاوز اقول حاجه هقولها في مؤتمر صحفي بالظبط.